سلام الله معكم. سوف نتحدث عن آية 13-17 التي تقول: قد أرسلنا المياه من السماء وطرح فوقها بقايا غير مجدية لنكتشف ما يقول الله لنا. ننظر إلى هذا الفيديو. المطر يأتي وما يحدث؟ الفيضانات المفاجئة التي تمزج التربة وتحمل الأحجار الثقيلة، الطين والفضلات تطفو عليها، الانهيارات الأرضية. ما هو سبب هذا؟ سبب هذه الشرائح هي طين زلقة. واحد من هذا الطين هو طين البنتونايت. عندما تمتص الماء فأنها تتخطم بمقدار 10 إلى 15 مرة من كتلتها، وعندما يجف ينقلص. البنتونايت يسمى الرماد البركاني والأشكال الأخرى من الطين التي تسبب الانهيارات الأرضية وأنهار من الطين. ما هو تركيب البنتونايت؟ هذه هي ورقة البيانات. أنها مصنوعة من أكاسيد الكالسيوم والصوديوم والسيليكا، القليل من المغنيسيوم والألومنيوم وأثار البورون. لماذا الطين البنتونايت يسمى الرماد البركاني؟ لأنه عندما ينفجر البركان أو يخرج الحمم مختلصة مع الغازات من داخل الصهارة فإنها تخرج معهم ذرات ضئيلة. عندما يصبح الرواسب والتحلل المائي وبعد عمر يتحول إلى طين البنتونايت وأنواع أخرى من الطين، لكن التكوين هو نفسه ولكن تحلمت بعد عمر طويل. لهذا السبب بنتونايت يسمى أيضا الرماد البركاني. ماذا عن آية 13-17 التي تقول أنها وضعت على النار لتفوح لأخذ معادن ثمينة، المجوهرات والحلي؟ سوف نبحث كيف يفعلون ذلك. خام النحاس أو الذهب أو الغبار يتم خلطها مع تكوين تدفق السيليكا، الكالسيوم وكربونات الصوديوم والثاني أكسيد مغنيسيوم، ويتم خلط التدفق مع الغبار الذي يحتوي على الذهب ووضعها في الفرن. وكذلك كما يقول الله في الآية يذوبونه بعد التصلب، وما يبقى في الأرض هو الذهب والمعادن الشبه الثمينة، وما يبقى فوق هو الخبز الذي يتم طرحها لعدم الاستخدام. الخبز يشبه البازلت، أليس كذلك؟ وتتكون البنتونايت والطين من المداخن البازلتية، والذهب ينزل كما تقول الآية، وما يبقى فوق هو الخبز والمعادن الأثقل ويستقل في الأرض، والخمول الأخف يبقى فوق. قارنوا التكوين من تدفق الذهب والرماد البنتونايت. التكوين هو نفسه. كيف يعرف القرآن أن طين البنتونايت ينفجر من رماد البركان المتطاير من انفجار بركان الحمم البركانية الذي هو نفس المستخدمة لثهر المعادن؟ لا أحد كان يعرف البنتونايت والطين التي تشكل من رماد البركاني، وهذا اكتشاف القرن 19، وأن الرماد المتطاير الذي يتخطى الوقت الإضافي يتحول إلى طين البنتونايت التي تسبب انهيارات أرضية كما ذكر في القرآن الكريم. إذن البنتونايت والطين هي نفس التركيب لخليط الفيض لاستخراج الذهب. مجرد معلومات إضافية أخرى لختم الدليل. تحدثنا أن الطين من الرماد البركاني أو الرماد من انفجارات البركان. قد تتساءل ما هي تشكل الصخور والرمال؟ من الصخور النارية التي تتكون من الصهارة أو الحمم البركانية. الصهارة تعني الذوبان الجزئي. لماذا الذوبان الجزئي الصهارة؟ لأنها تحتوي على معادن مختلفة، لكل معدن لها نقطة انصهار خاصة بها. وعندما تتشكل هذه الرمال الصخور المتآكلة وفقا لكل تكوين الصخور. انظروا إلى هذا النوع من الرمال والألوان، وليس مثل الطين الذي يتكون من الرماد البركاني تحتوي المعادن المختلفة، فهي تكوين قريبة من تدفقات الصهر التي تحتوي على نفس التكوينات. الصخور تأتي مجموعة كبيرة جدا من التراكيب. من كان يعلم أن الطين من الرماد البركاني؟ الطفولات التي تراها تتكون من الرماد البركاني على مدى آلاف السنين لتصبح التربة الطينية. انظر آية التي تقول زبدة، بقايا هو نفس الطفلات لتذويب المعادن.
الشكر لله على معجزاته.